السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض لي سبونج اللي تباعوا في لي باتيسري. الثمن ديالهم كيكون غالي. انا جبت لكم الطريقه سهله وبسيطه، تحضروها في الدار ان شاء الله تاكلوهم بالصحه والراحه. عندنا 150 غرام بياض البيض، 150 غرام اللوز غبره، اللي ما عندهاش تشد غير اللوز العادي تمسحوه مزيان مزيان وتطحنوا. 150 غرام سكر كلاصي، عندي 25 غرام ديال السكر عادي، هنا عندي 50 غرام ديال الطحين، عقبيصه ديال الملح. بسم الله، الحاجه الاولى اللي غادي نديروها نشدو هاد اللوز مع هاد السكر كلاصي مع الطحين، صافي كنخلط الكل. هذا غادي نخليوه باش غادي نطلعوه مع بياض البيض. كنخلط هاد العناصر كلها مزيان. انا كنسبق لي وتقاسمت معكم الفكره اللي كنديرها في بياض البيض. بعض المرات كنحتاجو غير الصفار والبياض كيبقى لنا ما نرميوهش، اما كنديرو واحد العلبه وكنبقى كل مره كنزيدو فيها، ولكن هادي كيكون عندنا بزاف بياض البيض. انا شنو كندير؟ كناخد الساشيات صغيورين دوك تاع لي ساندويتش صغار، كندير فيهم شحال ما استعمل صفار البيض، بعض المرات كيبقاو لي زوج او ثلاثه كنديرهم، اما كنديرهم بثلاثه في شكاره واحده كنكتب فيهم المره ثلاثه باش كنعقل، اولا كندير كل واحده في شكاره كندير فيهم واحده واحده، او كديروا زوج في شكاره واحده في شكاره كتكتبوا. المهم كتكتبوا شحال عندكم من بياض بيض وكتدخلوه للكونجيلاتور المجمد الوقيته اللي كتحتاجوها فيها. انا هذا راني جبته البارح في الليل، اولا كتجبدوه الصباح وكتخدموا به، غير كيدي كونجيلا كتخدموا به. صافي هنايا انا خلطت الكل مزيان. الا خفتوا يبقاو لكم الحبيبات او شي حاجه كتقدروا تغربلوا الخليط ديالكم. صافي انا غادي نديرو على جنب هاد بياض البيض. انايا غادي نطلعو بالطراب الكهربائي، انايا كنطلع فيه حتى كيصبح على شكل ثلج. من بعد غادي نبقى نضيف له هاد 25 غرام ديال السكر دائما مع التخلاط حتى كنحسو كيدير لنا هذاك المنقار هنايا كيبقى واقف شاد فراسو. ها هو بياض البيض كما شفتوا معايا، انايا طلعته هنايا. انا خديت جوج ديال جيب الحلواني، واحد درت ليه هذا الراس وواحد درت له هذا الراس. كنحتاجو النكهه ديال البيستاش اللي فيها النكهه واللون، اللي ما صبتوش ديال اللون تقدروا تضيفوا نتوما اللون الخضر. صافي خليهم على جنب. هنايا غادي نضيف هاد الخليط اللي كنا درناه، غادي نضيفو على ثلاثه ديال المراحيح وكنحركو من الاسفل للاعلى ونحاولوا باش ما ننزلوش هاد بياض البيض اللي طلعناه بهذا الشكل. كنحركو غير بشويه كما قلت لكم باش ما ننزلوش هاد بياض البيض اللي طلعناه. صافي فاش كتشوفوا الكميه الاولى دخلات، صافي كنزيدوا الكميه الثانيه. انا يا خلطتو كما كتشوفوا معايا، ده هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه. غادي نقسم الخليط ديالي على زوج، واحد غادي نخليه عادي بيض، واحد غادي نضيف له كما قلت لكم النكهه ديال البيستاش اللي فيها الملون. غادي نضيف له الملون اخضر كما قلت لكم. هيا انا درت الراس المعلقه ديال الكولورون اللي بنكا ديال البيستاش. صافي غادي نحاول ندخلو العجينه ديالي، وانايا كنحرك من الاسفل للاعلى كما قلت لكم باش ما ننزلوش هذاك بياض البيض اللي طلعناه. صافي
الا شتو خاصكم كتزيدوا له شويه. صافي هنايا انا درت العجينه ديالي جايب الحلواني كما كتشوفوا معايا، غادي ندفع هكا العجينه صافي. من بعد هنايا كنزير عليها باش نتحكم فيها. هنايا كما كتشوفوا معايا عندي هاد السيلبات ديال ديال لي ماكارون، هاد السيليكون ديال لي ماكارون اللي ما عندهاش كدير غير ورق الطبخ وكدير فيه دوائر من التحت. انا هاد الخضر غادي نديرو على شكل طولي بهذا الشكل، نديرهمش كبار بزاف صافي، كنبعدو بيناتهم هكذا وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. الفران كنشعلو عليه على 160 درجه، كندخلوهم حتى يتحمروا ويطيبوا، هما ما كيبغيوش يطيب بزاف، يعني غير كنشوفوهم في الجناب ديالهم بدا كيتحمر صافي كنخرجوهم باش ما كيجيوناش ناشفين. هنا انا بديت كندير الشوكولا ديالي، كنديروا غير شويه ديال الشوكولا ماشي بزاف صافي، وكنلصقوا وحده مع وحده بهذا الشكل هكذا، وكنخليهم حتى كتجمد عليهم هاد الشوكولا، عاد كندوزو ندير معكم وحده، عاد كنغمسو نص ديالها في الشوكولا، ولكن هاد المرحله ما نديروها حتى كتكون لصقات وحده مع وحده. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم كما شفتوا معايا. نسيت ما قلتلكمش قبل ما كندخلوها الفران كنديروا لها اللوز مهرمش من الفوق. نتمنى ان شاء الله الوصفه اللي حضرت معكم اليوم تعجبكم وتجربوها، راه كتجي لذيذه ومفشفشه. ومبروك عواشركم، والى وصفات اخرى ان شاء الله، مع السلامه.